أزمة كبيرة تسببت فيها عارضة الأزياء سلمى الشيمي، وده بعد ما ظهرت في جلسة تصوير جديدة ليها في منطقة هرم سقارة، واللي ظهرت فيها بلبس فرعوني بس كان جريء شويتين. وبالرغم من إن عارضة الأزياء سلمى الشيمي بتثير الجدل مع كل صورة أو جلسة تصوير، وشهرتها وسعت قوي بعد صورها الأخيرة دي، لكن برضو محدش يعرف كتير عن حياتها قبل جلسة التصوير اللي انتشرت بشكل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الفيديو ده هنستعرض معاكم أبرز المعلومات والأسرار عن عارضة الأزياء سلمى الشيمي. قبل ما تشوف الفيديو اعمل لايك وشير للفيديو، ولو لسه مش مشترك في القناة اعمل اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. الحجاب من أبرز الأسرار اللي محدش يعرفها الجمهور عن عارضة الأزياء، إنها كانت لابسة الحجاب وإنها قررت خلع الحجاب ودخول مجال عروض الأزياء. وبحسب تقارير فنية فإن سلمى الشيمي مسحت كل صورها بالحجاب من على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد دخولها مجال عروض الأزياء. مولدها عارضة الأزياء سلمى الشيمي اتولدت في حي شبرا بمحافظة القاهرة في العام 1995، يعني عندها 25 سنة. تلقت تعليمها في حي شبرا لحد ما دخلت كلية التمريض، واللي اتخرجت منها في سنة 2017، ولكنها ما اشتغلتش بمؤهلها في النهاية. عروض الأزياء في سنة 2015 كانت بداية عمل سلمى الشيمي في مجال عروض الأزياء، وده لما شاركت في ديفيليهات لعدد من مصممي الأزياء في مصر. عمليات التجميل خضعت سلمى الشيمي لأكثر من عملية تجميل في منطقة الوجه والصدر، حيث استخدمت الفيلر واللي بدا واضحا على شفتيها. وكانت سلمى الشيمي خضعت لأكثر من عملية تجميل في مناطق تانية من جسمها، وده اللي لاحظه الجمهور على الفرق بين الصور القديمة والصور الجديدة للعارضة سلمى الشيمي. سيشن الموز بالرغم من اعتيادها إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها، إلا أن سلمى الشيمي اتعرضت لانتقادات حادة بعد ظهورها في جلسة تصوير جنب عربية موز، واتهمها البعض باستخدام الموز في جلسة التصوير دي بأنها بتستخدم إيحاءات غير لائقة وأنها بتستعرض مفاتنها. وخلال الساعات اللي فاتت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من الصور لفوتو سيشن ظهرت فيه سلمى الشيمي وهي لابسة زي فرعوني بجوار الهرم المدرج بمنطقة سقارة الأثرية. وأثارت هذه الصور جدل كبير للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر رواد مواقع السوشيال ميديا حدوث ذلك أمام منطقة أثرية. وكان مصدر مسؤول داخل منطقة سقارة الأثرية أكد أن الصور المتداولة للبنت دي هي صور حقيقية، وأن الواقعة دي حصلت من 4 أيام أمام الهرم المدرج. وكشف المصدر عن حضور الفتاة لهذه المنطقة كأنها زائر، وكانت لابسة عباية سودة بينما كانت لابسة الزي الفرعوني خلف العباية، وعند دخولها المنطقة أزالت العباية وكشفت الزي الفرعوني. وأكد المصدر المسؤول أن وزارة الآثار غاضبة للغاية بسبب هذه الواقعة وجاري التحقيق فيها. وكان الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أمر بفتح تحقيق مباشر في هذه الواقعة ومعرفة تفاصيلها، حيث إن هذه الفتاة عقدت جلسات تصوير تخضع لقوانين وشروط وزارة السياحة والآثار، كما تقدم النائب البرلماني أحمد حلمي الشريف ببلاغ إلى النائب العام ضد فتاة سقارة، وطالب بضرورة تحويل عارضة الأزياء للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وضد من قصر وتسبب في حدوث هذه الكارثة.